الو الو الو، اهلا بيكم في كوكب الارض. فيديو النهاردة مختلف ومثير للجدل ومثير للشكوك. يا جماعة دخلنا شهر 10، شهر الايه؟ ايوه اجمعوني يا مخوفة دقيقة، شهر الهالوين. من يوم ما اليوتيوب فتح وانا حرفيا ما بفوتش فيديو للهالوين لكل الميك اب يوتيوبرز اللي انا كنت متابعاهم من تقريبا 2012 او 2010 زمان. فالمهم ده يفسر كل حاجة لشعرنا، يعني ايه ناقص ان انا احط عليه اسمنت حرفيا عشان اثبته ورا كده، ولابسه اللافا ست الفيوتشرستك قوي دي علشان النهارده هنعمل مكياج فضائي. بصراحه اللي حمسني ان انا اخد خطوه ان انا اصور ميك اب للهالوين هي الست دي اللي اتبعتت لي من شيك لاب. بصراحه اتحمست عليها جدا وقررت ان احنا نجربها مع بعض في الفيديو ده. كولكشن مستوحاه من الفضاء لو فاهمين قصدي. يلا بينا، بس الاول خلونا نضغط لايك للفيديو ده، اشترك في القناه وتفعلوا الجرس لو بتحبوا النوع ده من الفيديوهات، ويلا بينا بقى نكتشف المجره اللي هنا دي بتقول ايه. يسرى اول حاجه بصراحه الباكج، يعني بما انها اول مره تجيلي حاجه كده فاللي هو ايه نديها حقها. بصراحه الباكج خطيره خطيره بمعنى الكلمه، ويعني الفكره بتاعتها عجباني، وعجبني هنا فكره الرسيد يعني اللي هنا دي. انا بصراحه بغبائي يعني وسذاجتي كنت فاكره في الاول ان ده رسيد حقيقي اللي هو اسعار الحاجه اللي هم بعتنها لي، فبعد كده اكتشفت انه لا، ده ديكور كوزميك كوم اب. جاهزين؟ اوكي يا جماعه، بصراحه انا متاكده ان فرح يعني ممكن يجي لها انهيار عصبي حرفيا لو شافت الباكج دي. مش انهيار، هتسيبي البيت. لا لا، يعني بصراحه في الكونتكست مظبوطه. اول حاجه طبعا هم بعتين لي هنا النضاره دي، يعني دي اصلا فيلم رعب لوحدها. اهلا بيكم في كوكب الارض. بصراحه دي لوحدها هالوين. وحاطين هنا كل البرودكتس، وفي هنا بتاعها دي تقريبا بتتسحب. اوه ده في عالم تاني تحت. هنا نجو ثرو كل الحاجات دي مع بعض ونشوف الميك اب اللي هنعمله مع بعض. اول حاجه وهي الشيء الكيوت ده، بصراحه انتوا عارفين انا في يعني في الكيوتنس ما بهزرش، بيوتي بلندر فضائيه. او ماي جاد يا جماعه، ومكتوب عليه من هنا كده شيك لام. انا اسفه ان انت تسمع في الفيديو ده اصوات غريبه، ولكن بجد قلبي الصغير لا يتحمل الحاجات الكيوت، اللي متابعني من زمان متعود. فالجديد معلش خليكم خدوني على قد عقلي. طبعا السبونج بتاعت شيك لام مش محتاجه ان انا اتكلم عنها، اي حد جربها قد ايه هي فلافي، واول ما بتحطوها في الميه بتنفش قد ايه. سيبكم من كل ده، ايه العيون الكيوت دي؟ عارفين كده لما تشوفوا منتج تحسوا ان هو جاي من كوكب جاي من المستقبل يسلم عليكم، وهو يا جماعه الهايلايتر ده. بصوا فخامه الباكج، بصوا حاطينه ازاي، يعني كانه ايه مثلا جايبين قطعه مجوهرات حرفيا. ده هايلايتر حرفيا قالب الدنيا كلها على شكل مكوك فضائي ولا سفينه فضائيه. بصوا بتفتحوه كده من هنا، يا لهوي كده يقع. لا لا كده بتفتحوه كده من هنا. اوه ماي جاد، شفت فيديوز كتيره جدا ازاي ان هما بيحطوه بس كده. فانا بصراحه هستنى ان احنا نعمل الميك اب لوك مع بعض في الاخر، بس خلوني اوريكم منه سواتش. جاهزين؟ مشوه كده. اوه ماي جاد، هو من كتر ما هو قوي بس اعملوا له سوايب خفيفه، ما تضغطوش جامد. بصوا الاضاءه بتاعته عامله ازاي. على دي تقريبا اي شادو باليت، خلوني كده احاول اطلعها بس الاول. جاهزين يا جماعه نقتحم افاق الفضاء مع بعض؟ في ورقه هنا خلونا نشيلها. ايه اللذاذه دي، فيها شيدز كده شيمر ومات، فتقريبا فيها كل الدرجات فعلا اللي انتم ممكن تحتاجوها انكم تخلقوا مخلوق فضائي في وشكم. شوفوا لي الدرجه، خلوني كده اسواتش. يا نهار حلاوه، استنوا ايه القمر ده؟ ده جرب اللي عليها مخلوق فضائي هنا دي، شكلها كيوت. حاسه بتناديني بصراحه. يا لهوي، اوكي انا هقوم امشي. ايه البيجمنتيشن دي؟ ويدي ولا عليها اي فاونديشن ولا عليها اي حاجه، فحرفيا هي كده بس على السكين، يعني واحنا حاطين بيز على الاي شادو. صدق او لا تصدق، ده صباعي وده سبع روش. ايوان ده سبع روج يا جماعه. في بقى درجات كتيره جدا في الكوليكشن دي. او ماي جاد يا جماعه، حاسه يعني حاسه بتشايلد ابيوز بصراحه، وانا كده بلعب بيه اللي هو حاسه ان انا عايزه اطبطب عليه، المفروض ان انت ما تعملش اي حاجه. يا لهوي على الحلاوه، في مساحه الحاجات دي انا بضعف قدامها. البيجمنت يا لهوي، لا قوي قوي على حجمه، اداؤه خطير بصراحه. اقول لكم ان في 8 شيدز مختلفين منه، ففي شيدز بصراحه مش منطقيه، يعني انا مش منطقي ان انا هحط اخضر على شفايفي حتى لو في الهالوين. انا بصراحه بحب ميك اب الهالوين اللي بيكون كيوت، وده اللي هنعمله مع بعض اللي هو يكون شكلي لسه حلو قوي. بس في شيدز بصراحه انا حاسه ان انا اي ويل كيب ات حلوه جدا للتاتش اب في الشنطه. عارفين يعني في بجد حاجات، يعني بصوا ده حاسه ان ده بيرفكت نود حرفيا.
بصوا خطير. فبصراحة ان انا اسيبه في شنطتي حاسة ان هو سوبر كيوت قوي. كمان نودز كيوت قوي، ده نود على كشمير شوية كده حلوة قوي للخريف اللي احنا داخلين عليه. فبصراحة يعني انا كيسر انا هستخدمهم في الشنط بتاعتي كتاتش ابس او كده، هسيبهم حساهم مفيدين. كل شنطة كده اسيب فيها واحد. عارفين انتم لما بتاكلوا وتكتشفوا ان انتم مش واخدين ميك اب معاكم عشان تظبطوا، انا دايما الشخص ده، حاسة ان حاجة زي كده تكون دايما موجودة في الشنطة معايا، وخصوصا اغلبيتهم نودز. لا يعني بصراحة حاسة ان هي منطقية. ونيجي لاخر حاجة بقى في البوكس، وهي الايلاينرز او اللام بتاعت الكحل دي. بصراحه الوانهم حلوه، يعني الوانهم بالنسبه لي خطيره، خصوصا الازرق ده في الووتر لاين. يا لهوي يا نهار حلاوه. بصوا ده كده شكله. انا بصراحه بحب دايما في عينيا الاقلام اللي هي بتكون ميكانيكال، ما بحبش الاقلام اللي هي بتتبري دي خالص. بصوا يا لهوي على الحلاوه بتاعت اللون. او ماي جاد يا جماعه، لا ده كده كده لازم نجربه النهارده. بصراحه انا حابه جدا الميك اب لوك ده، حسيت ان هو كيوت قوي وحسيت ان هو حلو. يعني انتوا لسه شكلكم فضائيين كده وبس نفس الوقت حلوين. انا بحب صراحه الميك ابس دي في الهالوين جدا، فيلا بينا نعمله. انا حاسه ان هي لعبه اكتر بالاقلام، مش هكدب عليكم انا عايزه استخدم ده. فاعتقد ان انا هاخد اللون ده اللي هو السيلفر ده، كنت حاسه ان هي حاطه سيلفر كده فوق عينيها في الكورنرز، واللون البيج ده هوزعه على الجفن كده من بره علشان ايه ادي دبث بس شويه للعين، وهوزعه كده بس انه ادي دبث. بصراحه الشيد حلوه جدا جدا جدا، ساتلت كده لو فاهمين قصدي. فيعني حاسه بصراحه ان انا الباليت دي اي ويل كيب يوزنج في الايام الطبيعيه. الجزء النود اللي فيها خطير، الشيد زي بتاعت الكونتور شويه بس على مش عارف، بس حاساها حلوه. يا لهوي يا جماعه البروبرو، هحط هنا كده. يا اختي ايه الحلاوه دي، يا لهوي ايه الجمدان ده. لا قربولي، استنوا بقى كده قربولي هنا. ايوه تعالوا هنا بس كده، شوفوا لي يا جماعه البروبرو ده. اي لايك بصراحه، كله يرجع مكانه. الازرق اللي كان عاجبني قوي بصراحه ده مش قادره اقاومه، وهحطه تحت العين كده في الكورنرز كده من بره، واسحبه كده على بره شويه. صح يا جماعه البيجمنتيشن بتاعته من ورا العقل. ننقل بقى اللي انا متحمسه له كله، القلم ده. هي كانت عامله شخبطه كده فوق عينيها، فانا هحاول اعمل زيها. ممكن ايه اجيبها كده واطلع بيها كده، بعد كده ممكن من هنا كده ومطلع بواحده كده كيرف كده على فوق. اوه سكسي صح، حلو بصراحه حلو، يعني حلو. اكون خلصت ميك اب العين، هروح اظبط وشي علشان ننقل على الشفايف والهايلايتر اللي انا. بصوا الفيديو ده كله قايم علشان المكوك بتاع الهايلايتر ده، نجربه مع بعض والله. يا هلا يا هلا، بس ظبطت الباودر بتاعتي والبيز بتاعي علشان ننقل على الروج. ممكن نميكس او نعمل اومبري لاب شويه بالموف الغامق ده والنود، يا رب يطلع اختياري كويس. يا جماعه لا اغير رايي، بصوا لقيت البني ده حساه هيكون بيز احلى من الموف، فخلوني احط البني مع نود. استخدم الغامق الاول، والله لونه حلو كده، وبعد كده هحط بقى النود في النص. بصوا احلى حاجه ان هي بتبلند كده مع بعضها، فبقى كاني حاطه ليب لاينر كده ومن جوه فاتح. حبيت، حاسه ان احنا هنوصل لحاجه، واللي هينور بقى كل حاجه هو الشيء ده. بصراحه انا في شكل في دماغي، لو ما طلعش انا هزعل جدا دلوقتي، بس خلونا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اوكي يا جماعه خطير حرفيا، هعمل له بلند كده بايدي. حاسه ان هو زي الفيديو الصح اللي انا شفتها، بس الفرق ما بين هنا وهنا. هو عموما انا كنت فاكره ان هو مش ما ينفعش ان هو يكون كل يوم، بصراحه برضو الهايلايتر ده حاسه ان هو عادي ينفع يعني للاستخدام العادي. بصراحه عجبني جدا الشيدز بتاعته، خلوني برضو اجرب كده اشوف لو حطيته بفرشه هينفع ولا لا. يس هينفع خطير. بصوا هو التكتشر بتاعه ما بين كريمي وما بين الباودر، تحسوه موس تكتشر كده شويه او الملمس بتاعه، فبجد خطير جدا جدا. نحطه بقى هنا كمان كده على النوز. ويك كده زودت.
اوكي بصراحة يا جماعة انا مش قادرة ثانية واحدة انور النور الازرق كده زي الفيديوز ونشوف فعلا هو بيرفلكت قوي كده ولا ايه. بس هو خطير. I love it. اكتبولي تحت ايه رأيكم في comments. ولكن بصراحة انا عاجبني، حاسة انه فعلا انا لو رايحة event ليه علاقة بالهالوين او اي حفلة او كده، ده الميك اب اللي انا ممكن احطه. بصراحة ما بحبش الحاجات اللي بتبقى في كل حتة اللي هو انا مخلوق فضائي كيوت ممكن ابقى صاحبته. وبس كده حلوين نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو حبيتوا الفيديو ده وتجربتي لميك اب الهالوين ده اكتبولي رأيكم تحت ايه. وبصراحة متحمسة جدا على الاروج زوران ان انا دلوقتي حالا او ما احطهم في الشنط بتاعتي اوزعهم، فاكتبولي ايه رأيكم في الميك اب والهايلايتر ده. حاسين ان هو تو ماتش ولا يناسب عادي كل يوم اسيبه برده مع الميك اب بتاعي انه استخدمه؟ صح انا حباه، فارجوكم اكتبولي ان انا اسيبه. فده كان كل حاجه الفيديو النهارده، بس اشتركوا لايك للفيديو ده، اشترك في القناه وتفعلوا الجرس، واشوفكم الحلقه الجايه يا مخوفه تيه.